الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعا خبراء اقتصاديون البنك المركزي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار، وقال اقتصاديون إن السياسة النقدية لا تزال تشوبها الكثير من الملاحظات وعلامات الاستفهام، كما أن البنك المركزي لم يطلق منذ وقت من بعيد أي حزمة إصلاحية تخص ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرين إلى وجود فرق كبير بين السعرين الموازي والرسمي والذي قد يستغل من قبل المضاربين. وارتفعت أسعار الدولار يوم الثلاثاء لتسجل 157,900 دينار لكل 100 دولار. كشفت وزارة المالية أن حجم الإيرادات المالية العراقية في الموازنة خلال 7 أشهر تجاوزت 65 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%. وأشارت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية للحسابات من شهر كانون الثاني ولغاية تموز الماضي، أشارت إلى أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيس للعراق، ما يؤكد أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في الموازنة العامة. ويقول اقتصاديون إن الإيرادات غير النفطية لن تتحسن أو ترتفع ما دام العراق يفتقر للإنتاج المحلي الصناعي. كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة كردستان العراق عن أن حكومة بغداد ستمول رواتب موظفي كردستان العراق لثلاث دفعات بمبلغ 1,100,000,000,000 دينار وبمبلغ 700,000,000,000 دينار لكل شهر، مضيفا أن حكومة بغداد سترسل رواتب شهر أيلول بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات الأخرى، ولكن الموظفين لم يستلموا رواتب شهر تموز وآب حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستقوم بعد استلام مبلغ 700,000,000,000 دينار بتوزيع راتب واحد وهو شهر تموز، وفي الشهر المقبل ستوزع راتب شهر آب، وبعدها تستمر العملية تباعاً. أكد مدير الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة من الجانب الإيراني أن الحجم التجاري بين البلدين يبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، وأوضح المدير أن 95% من الميزان التجاري مع العراق هو لصالح إيران، وأضاف أن دولاراً واحداً من بين كل 5 دولارات صادرات إيرانية للخارج تتعلق بالتصدير للعراق، ما يستدعي تبني التوقعات اللازمة والرؤية المستقبلية في التجارة مع السوق العراقية، والتي يعد فقدانها فقدان 20% من تجارة إيران. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة نتيجة عجز في الإمدادات الناجمة عن تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا وانخفاض إنتاج النفط الصخري من أمريكا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يعادل 1% لتصل إلى 92 دولاراً و47 سنتاً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 55 سنتاً لتصل إلى 95 دولاراً للبرميل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ولأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.